يعني إيه كان بيقول لك الحاجة غلط؟ يعني مثلاً إيه، ما أنت لو عملتي كده هتعملي نتيجتها هتبقى كده. أمي ما ربتنيش على كده. طب هو كان تفكيره كده ولا كان متعمد يقول لك الحاجة؟ لا هو كان عايز يلخبطني بس ما عرفش. ودي مهمة عشان ده معناها أن أمي عرفت تربي وأمي عرفت تخليني شخصيتي قوية عشان أمر بكل ده وأقدر أعرف أسامح وأقدر أعرف أكمل وأقدر أبقى عارفة أفرق بين البشر. أكيد ماما عملت فيها يعني عرفت تربي 100%. هقولك بقى حاجة تانية مهمة، مش الضرب اللي رباني بس ضرب أمي اللي رباني. كانت بتضربك؟ ضربتني مرتين. ليه؟ عشان ما كنتش عايزة أذاكر. مرة ما كنتش عايزة أذاكر راح يعني بوكس وقالت مفيش خروج هتذاكري وحتنجحي